السلام عليكم. صوت واضح؟ الجماعة صوت واضح؟ أواضح أيوة، أوكي ماشي، استفادة. تفضل مع السؤال كده نسمع بس، تفضل. وبرضه اكتبوه في الشات، يعني معاك في الشات عشان يكون أفضل. عندي كويشن، مكتبة حاضرة. صدق يا جماعة، معي سؤال، تفضل. الله يبلغ. خلصوا الإزازة. كل حوام. حد معي سؤال يا أستاذ سامح؟ لو سمحت، هو دلوقتي لو انا هختار اكتر كل ماده من كل ماده من بورد مختلف، يعني مثلا الماث اوكسفورد. ثواني بس استاذ، بس انا هعمل ميوت بس ايه كده. اقدر بعد بريتش كونسل. طيب يا جماعه اتفضلوا كده بس بعد اذنكم، لاني ايه في لما فتحت الصوت زي ما سمعتوا في اصوات كتير. خليني ابدا بام دانا. ماشي ام دانا، تفضلي اعملي انا ميوت حضرتك وتفضلي اسمع. تفضلي ام دانا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يخليك. لو سمحت، احنا ممتحنين من السودان، اوكي؟ ايوه. فانا كنت عايز اعرف، احنا بنمتحن هنا من جريد 11، هل بنبي يعني انتوا عندكم هنا نظام انه في، اللي انا بعرف انه مثلا الجامعات عندكم من جريد 12 انتوا بتمتحنوا، وبعد ذاك احنا برضو اول تجربه لنا في الاي جي، فكنت عايز اعرف بس لو في طريقه معلومات مبسطه كده عن اي ماده فيها كم بيبرز، ويعني بلقى مرات 1 و 2 3، ومثلا في مواد يعني احنا ماخدين بيولوجي، ماخدين 8 مواد، فمرات بكون في حيره كده انه مثلا الفيزيكس هو عنده 2 بيبرز، 2 بيبرز هم الاثنين نفس الحاجه ولا في اختلاف بس انه في نوعيه الاسئله ولا كده. وبعدين برضه في حاجه بتحصل لي كونفيوز كده، انه شويه في حاجه بيقول لك انه هي كور وحاجه ما، بس يعني في يعني لو حاجه مبدئيه كده، لانه احنا عندنا اول يعني تجربه لنا في الاي جي يعني. اوكي ماشي مجانا. هو مبدئيا متطلبات القبول في الجامعات السودانيه انا بصراحه ما عنديش فكره عنها يعني، فمش عايز اديك معلومه. لا انا لو عايزه، لا انا بالنسبه لي لو عايزه اقدم في مصر، يعني انا بالنسبه لي عايزه امتحن، وبعد امتحن عايزه اقدم في الجامعات المصريه، فانا كنت عايزه اعرف ان انا ممتحن من جريد 11، هيحصل لي شنو هناك لما اجي اقدم؟ اذا هو لما اجي اقدم وانا اذا هو معاه بالنسبه لي اذا هو معاه شهاده الاي جي سي اس اي، هو يقدر يقدم في اي جامعه. كويس. حتى لو قاري بس المعلومه الاكيده ان هو هيكون تبع الطلاب الوافدين. كويس، يعني هيكون طيب. تبع الطلاب الوافدين. فعلشان بس انا ما اديش معلومه، انا ما عنديش معلومه عنه اكيده عن الوافدين. حضرتك ممكن تتواصلي مع الجامعه، مثلا جامعه القاهره. كويس، تتواصلي معاهم مباشره ايه وضع الطلاب الوافدين اللي معاهم الاي جي سي اس، ايه المطلوب منهم تحديدا، لان كل دوله بتعامل الوافدين بنظام مختلف. عشان كده يعني انا بقول لك يعني تتواصلي مع طيب انا اقدر اتواصل مع الجامعات كيف؟ طيب يعني انت عندك لينك تبعته لنا مثلا، على مثلا اقدر ادخل على الجامعات، حتى بالنسبه لي حتى الافضلياتهم ذاته بالنسبه لي انا اختار، يعني مثلا لو عايز ادخل طب مثلا زي ممكن يكون عارف الجامعات في السودان، لكن في مصر مثلا يقول لك عين الشمس كده، انا ما عندي فكره ان انا حدخل لو داير ادخلها في مصر، لكن على الحاله المتاكده منها انه مثلا الطب اقوى من مصر في من السودان، يعني انا عايز ادخل هناك، لكن اتبقى في برنامج ان انا هختار يا جامعه، ولو عايز اختار احدد اتواصل مع الجامعه ازاي عشان اقدر اشوف متطلبات ايه واعرف ان انا هو مبدئيا انا من بدري يعني عشان اقدر هو, هو 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 بالنسبه لهنا يعني جامعات القاهره وعين شمس طبعا هم في المقدمه يعني. اوكي، على حد علمي يعني. كويس، بالنسبه لمتطلبات الجامعه ادخلي على الموضوع سهل وبسيط، يعني ادخلي على الويب سايت بتاع الجامعه، على موقع الجامعه. كويس، ادخلي على القبول والتسجيل، وشوفي متطلبات الطلاب الوافدين. يعني هيكون اكتب شو مثلا؟ اكتب جامعه القاهره مثلا جامعه القاهره، جامعه القاهره، فتح لنا الويب سايت بتاع جامعه القاهره. كويس، احاول اشوف متطلبات القبول بالنسبه للوافدين. كويس. طيب. او تواصلي مع المجلس الاعلى للجامعات المصريه على الايميل، ليهم ايميل، ابعتي لهم ايميل عشان بس يكون عندك معلومه اكيده فيما يخص الوافدين.
تمام. طيب ممكن اقدر اتحصل على الايميل بتاعه معلش يعني على جوجل يعني يعني بصي فن على جوجل اذا كتبت مثلا جامعه القاهره هتدخلي على موقع جامعه القاهره في اللي هو تبويب التواصل تواصل معنا عليها الايميلات وارقام الموبايلات والتليفونات وكل شيء الكونتاكت يعني اوكي الكونتاكت بالضبط. سالتيني عن الكور و وايه والاكستندد والاكستندد ايوه طيب. هنا يعني معظم الجامعات خصوصا في مصر هنا بتاخد نظام الاكستندد مش بياخدوا كور. طب هو يعني ايه كور اصلا؟ الكور اي ماده من المواد اللي احنا ذكرناها فيها جزء معلومات بسيط ده بيكون كور معلومات بسيطه يعني. وفي معلومات ايه يعني زياده شوي يعني ايه زياده شويه خلينا نتكلم مثلا على الكيمستري مثلا في الكور بنقول ان والله العظيم التشارج اوف بروتون بوزيتيف شحنته بوزيتيف البروتون شحنته موجبه اذا درسناه هو في في الاكستندد بنقول والله هو بوزيتيف بس لازم تكتب بوزيتيف 1 علشان في اي جي معتمدين بوزيتيف 1 ما ينفعش تكتب بوزيتيف 1 يعني بنزود له معلومه بس زياده بنزود له معلومه بس زياده. طيب هو في جريد 9 يقدر يدرس اكستندد يقدر يدرس اكستندد يقدر يدرس اكستندد وفي جريد 8 انا كنت في سنه من السنوات والله العظيم قلت انا اعمل تجربه قلت طب كده يا محمد ما تجرب مع الطلاب بتاع جريد 7 اديهم بعض الاجزاء من جريد من امتحان الاي جي وبدات فعلا هم ما يعرفوش يعني الولاد ما يعرفوش بدات اديهم مواضيع من السلبس بتاع الاي جي سي اس اي اللي هم الطلاب اللي في جريد 10 بدات اديها لهم واجيب لهم اسئله من الاي جي برضو نفسها والله العظيم فوجئت ان هم جاوبوا جميع الاسئله. انا اتذكر كان معايا ولد اردني كان اسمه كريم يعني الولد سجد في الارض يعني قال يا مستر ازاي انا معايا اختي في جريد 10 والدنيا صعبه معاها وخايفه انا حليت اسئله اي جي قلت له حليت اسئله اي جي يعني الموضوع بسيط وسهل يعني بخصوص المواد الاوريفل مواد سهله مش هي المواد الكومبليكيتد انما الايريفل لا 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 الايريفل محتاج تمام. بالنسبه لي سالتيني على ايه تاني على الكور 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 ده بتبقى معلومات محدده فيه انما الاكستندد لا معلومات اوسع شويه تمام. في مواد الساينس في الكيمستري بيولوجي والفيزيكس اذا انا ببحث على ويب سايتس على النت هشوف في بيبر 1 و 3 1 و 3 دول كور 1 و 3 كور يعني لسه معلومات بسيطه انما الاشمل 2 و 4 بيبر 2 و 4 بيبر 2 بتكون مالتيبل تشويس اختيارات انما بيبر 4 انما بيبر 4 بتكون ثيري يعني بيكتب بايده كده ثيري وبنيجي بعدين يا اما ياخذ بيبر 5 او 6 بيبر 5 دي براكتيكال يعني بيمتحن عمل طبعا بتكون سهله خالص في بعض المدارس بتدي 5 انما الغالبيه البشر بياخذوا ايه بياخذوا بيبر 6 اللي هي الترناتيف تو براكتيكال هي مش براكتيكال انما الترناتيف تو براكتيكال يبقى هو هياخذ بيبر 2 multiple choice ياخذ paper 4 written theory بيكتب وياخذ paper 6 اللي هي alternative to practical تمام. ده بالنسبه لي البيبرز والفرق ما بين الكور والاكستندد. الاكستندد بيشمل حاجه اسمها كور اند سبليمنت كور اند سبليمنت سيشن. احنا بناخد سيشن كامل ما ينفعش يعني اخذ من سيشن A خدت هنا A star اخذها من سيشن ده ومن سيشن ده خدت استر سيشن كامل شابك راكب كده. لو سمحت ممكن في ممكن استر الواحد يكون جايب مادتين بي مادتين استر ومادتين بي ماشي ممكن يدخل يحسن في جريد 12 ويجيب بي استر في المادتين. لا انا بقدم سيشن كامل ما ينفعش اخذ من سيشن هنا شيء ومن سيشن هنا لا سيشن بياخدوا درجات 5 سيشنز. ده فهمتوا انا من السؤال يعني. في سؤال ثاني يا جماعه تبعتوه في الشات بس يعني يكون افضل. عايزين توزيعه مواد قطاع هندسي على 3 سنوات اوكي
طبعا كل التوزيع دي يا استاذ شيماء التوزيع اجتهادات، توزيع دي كله اجتهادات، يعني ما حدش مدينا عندنا اسطمبه ثابته كده، لا هي اجتهادات. بالنسبه للقطاع احنا انا ذكرت مثال القطاع الطبي اللي هو اكزامبل على القطاع الطبي. اذا اخذنا القطاع الهندسي هستبدل بس البيولوجي باي ماده، يعني ايه خلينا نبعد من البيولوجي اوكي، يعني هنيجي هنا مثلا هو عايز يدخل قطاع هندسي هياخد الناس دي بس بدل البيولوجي نخليها فيزيكس ونكمل زي ما هنيجي في نوفمبر هنا نوفمبر هنا نوفمبر 10 بدل ما اس بيولوجي نخليها اس فيزيكس اس فيزيكس في جون يير 11 بدل ما بيولوجي اي 2 بيولوجي. وبعد اذنك احنا ما فيش شاشه قدامنا باين عليها المواد اللي حضرتك بتقولها دلوقتي ما ظهرتش. طب ايه اللي ظهر عند ايه اللي ظهر عند حضرتك؟ لا هيظهر الاسامي، ظهر الاسامي بتاعت كل شخص بس لا انا عندي هو مواد على فكره هو الشيرنج ظاهر ظهر يا جماعه ولا ايه؟ ظاهر 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 عندي. طيب ماشي اوكي يا جماعه. طيب التقسيمه يا استاذ شيماء هتبقى هي دي لحضرتك دي بس دي اقتراح دي اقتراح بس مش اكتر يعني بس استبدل البايو بالفيزيكس استبدل البايو بالفيزيكس لان في القطاع الهندسي انا مش محتاج بايولوجي مش عايز بايولوجي. العربي لما بدرسه بدرسه طبعا as a first language ولازم يكون مكتوب كده as a first language. في خلينا نشوف الاتشات برضو انا في الامارات في جريد 10 لو حنزل مصر هل حكمل مع البريتش كونسل؟ انا ذكرت سابقا ان في مصر البريتش كونسل مفيش في مصر مفيش هوم سكولينج. مصر يعني مخليه العمليه ايه انك لازم تسجل مع مدرسه بس انا جبت الماس وانا جبت لو بنتي دخلت كيمياء وبايو وجابت بي فيزياء وماس وانجليش وجابت الماس والانجليش ستار باقي المواد هل ممكن تحسن في الماس والانجليش السنه الثانيه؟ تحسن براحتها يا جماعه. الموضوع الميزه الاكبر اللي فيه انه انا براحتي خالص. المهم في النهايه بعد ما اخلص يير 12 اروح لمكتب التنسيق وانا معايا كام سيشن؟ معايا 5 سيشن. اهم شيء حسن براحتك براحتك الموضوع فيه حريه مفيش اجبار فيه ودي الميزه. استاذ احمد كسبان اتفضل اتفضل انا في امكانيه انك اتفضل اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا بس كنت بسال ان انا دلوقتي ابني في جريد 10 وهيدرس السنه دي كل المواد بتاع الاو ال الاو ال بعد كده احتمال السنه الجايه انا هنزل مصر فهو مش هيكون امتحان اي امتحانات لان هم هنا بيمتحنوا في المدرسه بتاعته في جريد 11. لما هنزل مصر هل اقدر اخش في دور جون على طول ولا لازم هدرس كل المواد مره ثانيه؟ لا سجل في المدرسه وامتحن جون. اسجل في المدرسه اللي هنا وامتحن جون؟ لا لا اذا نزلت مصر اذا نزلت مصر لازم تكون تبع مدرسه لازم اكون. طب لو سجلت في مدرسه في مصر اقدر امتحن على طول ولا لازم يخليني ادرس المواد ثاني مع من خلال المدرسه؟ يعني انا دلوقتي درست هنا في جريد 10 كل المواد بتاع الاول اف بس هما مش هيمتحنوني في المدرسه السنه دي المفروض ان هو وفق البروجرام هيمتحن السنه الجايه. هو شوف انا فهمته يعني ان انا نزلت مثلا سي ان نزلت في شهر 4 نزلت في شهر 4 كويس او مثلا في وات ايفر يعني في مصر انا ما اقدرش اخش امتحان الا عن طريق مدرسه الا عن طريق مدرسه بس لازم اسجل في مدرسه في مصر عشان امتحن لازم مدرسه مصر ما فيهاش هوم سكولينج. البريتش كونسل ده بره هو بينظم العمليه انما انا عشان اقدر ايوه اتفضل. السؤال الثاني هو بيدرس هنا عربي أيوة. بس بيدرسه كماده مش او ليفل لما هينزل مصر لازم يمتحن امتحان عربي في الجامعه ولا هيعترف بيها المجلس الاعلى للجامعات؟ هم حاليا معترفين بامتحانات الدول العربيه حاليا يعني المحاضره العاديه دي ما فيش فيها مشكله بيعترفوا بيها
هم حاليا معتمدين بامتحانات العربي بالنسبه للدول العربيه، انما ممكن القرار يتغير. يعني نخلي بالنا من الحته دي، ممكن القرار يتغير. طب اذا اتغير، الناس حاليا بتعمل ايه؟ بتروح في الجامعه وبتمتحنوا بعدين، بيكون امتحان سهل يعني بسيط خالص. تمام تمام. طب معلش اخر سؤال طولت عليه. لا 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 راح. بالنسبه للي بياخد السكولرشيب او منح من الجامعات الخارجيه، متطلباتهم عاده بتكون جنرال ايه؟ مثلا 8 او ليفل، كام ستار، ايه ال كام ماده، ماده مادتين؟ وانا بقول لحضرتك يعني في بعض الجامعات في المانيا مثلا بتطلب 4 اي ليفل، بتطلب 4 اي ليفل، بتطلب 4 اي ليفل، يعني ما تجربش على اي ليفل، بتخش على اوليفل على طول، تقول انا عايز 4 اوليفل. بالنسبه طبعا للمنح بتختلف برضه، انا بقول لحضرتك ما فيش شيء ثابت، بس الافضل ايه؟ الافضل طبعا ان هو يكون ستارز، يعني جايب كل ستار، كل اول ستار في الاول ليفل، كله ستارز مع الاي حسب بقى ماده اي ال او 2 اي ال او حسب ما الجامعه هتقول حسب الماده. يعني مثلا في حد كان بيسالني على جامعه برلين الحره، يعني من حد اعرفه زي كده، فدخلنا على الويب سايت وشفنا المتطلبات، يعني اتذكر انه قلت له على الريكويرمنتس بتاعتها واخبار حضرتك. فعايز اقوله انه جامعات العالم مختلفة عن بعضها البعض. أنا عشان أخذ شيء أكيد، عشان أخذ شيء أكيد عن كل جامعة، مش هاخده مثلا من فيسبوك أو من كومنت أو من أخده من محمد بزيد أو أخده من لا، أنا أروح للويب سايت بتاع الجامعة نفسها وأشوف الريكويرمنتس بتاعتها عشان أبقى متأكد 100%. وده الشيء اللي أنا بطلبه من الناس. يعني أنا يعني في ناس كتير يعني بحس إنه مثلا يعني إيه، يعني ما اعرفش اقول لك ازاي، انما المعلومه متاحه على الانترنت، خصوصا في مسائل المستقبل دي وتحديد مصير اولادنا وكده. فالمعلومه لما تكون من مصدر رسمي موثوق طبعا افضل بكتير لما تبقى من اي شخص. تمام، شكرا لحضرتك. شكرا. اتفضل يا فندم. استاذ جنى بوسرات، اتفضلي، معك سؤال ولا مي؟ استاذ مي، استاذ مي، زي ما تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش انا دخلت متاخر، فكنت عايزه بس اعرف جزئيه يمكن تكونوا قلتوها ولا حاجه. لو انا ابني هو في هيخش يير 7 دلوقتي، بس ان شاء الله هو يعني ناوي على كليه علميه، لو رجع في رايه وعايز يخش مثلا كليه علميه، يعني مش طب ولا صيدله، عايز هندسه، ينفع يحول امتى؟ يعني ما يبقاش متاخر. لو عايز يحول، يعني هو درس اي جي، يعني هو انت كده وصلتيه لحد جريد 10 حضرتك ولا لسه؟ لا، هو في لسه في جريد 7 ان شاء الله. يعني ما يجي مثلا في جريد 10 خد المواد بتاعه الاي جي للي دخله توصله لكليه طب او صيدله، وبعد كده يعني عايز يخش كليه هندسه. طيب، ينفع يغير ساعتها ياخد مواد؟ هيغير جامد ولا هياخد مواد يعيد مواد ولا ايه بالظبط؟ طيب، انا حد حضرتك برضو ايه، يعني شيء معلومه كده اللي هو ايه، انه يا ريت يا جماعه يعني انه يبقى ايه، انه انا محدد من الاول انا عايز ايه، علشان يعني الطالب نفسه ما يتعبش. يعني ايه ما يتعبش؟ يعني شوف حضرتك، احنا ذكرنا سابقا، ما اعرفش كنت معانا ولا لا، اللي هو ان ما هو المشكله، ما هي دي، هو مش عارف يحدد بالظبط. انا اساعده ازاي او اعرف منين هو هيمشي في دي ولا في دي؟ ازاي احدد انا ازاي كولي امره اعرف ازاي اني اللي كويس فيه؟ هو في الماس كويس، اذا هو في الماس وفي الفيزيكس، هو في الساينس احسن. لا، بيحب كتير الساينس وماشي فيها اكتر من الماس. هو بيحب الماس بس الساينس اكتر بكتير. خلاص، يبقى هو كده ميول ناحيه الدراسات الطبيه، يعني صيدله وطب وكده، لانه هو حضرتك، انا عايز اوضح شيء بس يعني مهم، اللي هو ايه؟ ان هو اذا جينا لمرحله انه عايز يدخل هندسه مثلا، اوكي، هنيجي رجع في رايه وعايز يدخل هندسه، هنيجي في الاي ليفل، كويس، اجباري اجباري انه ياخد ماث اي ليفل، والماث اي ليفل مكون من اي اس واي 2، والاثنين مش سهلين، لا لا لا، محتاجين شغل. وهو اصلا مش لازم ياخدهم من الاول. فلو هو مش بيحب الماس،
او مش جو في الماس خلاص خارجين ناحيه الكليات الطبيه، هيبعد خالص من الماس هيبعد من الماس يعني هياخد ماس بس في اوريفر بس ماس بسيط بس كده. انما اذا هو اذا هو في الساينس كويس بالذات في الدروس البيولوجي اوكي هي بالذات عن مثلا الهيومن بودي سيستم الاورجانز هو بيحب جدا البيولوجي والحاجات دي خلاص الامر واضح يا فندم الامر واضح يعني الولد ميوله او قدراته خلينا نقول قدراته وميوله قدره كليات طبيه يعني طب صيدله كده يعني اصل هو دلوقتي فتره هوائيه يعني ممكن يرجع يقول لي لا انا عايز اخش هندسه وهبقى كويس في الماس هو جود هو فيري جود في الماس نوت اكس بس يجي يقول لي لا انا هغير واخش هندسه هينجح فعلا حتى هيقدر يمشي ويضغط على نفسه في المواد بتاعه الماس لو هو مستواه فيري جود لو هو مش بيحب الماس لا هو عادي اتا فيري جود يعني بيحب اكتر الساين بس هو الماس مش ازمه بالنسبه له يعني مش مستعب مدام بيحب اكتر الساينس ويخليه في القطاع الطبي افضل خليه في القطاع الطبي طيب خلاص الطبي أفضل. بس نصيحتي نصيحتي بس عامه بس اتفضل نصيحتي انه هو في جريد 7 لحد ما نوصل جريد 9 يعني سيبيه براحته في 7 و8 براحته بس لحد ما نوصل جريد 9 لازم اكون محدد لازم اكون محدد علشان تقسيمه المواد ما ينفعش اغير في جريد 10 هو براحته بس هيدرس مواد زياده بيبقى في جريد 10 هو في جريد 10 والتقسيم ده بيبقى من اول لا هو داخل 7 يعني لازم عشان حتى هو نفسه يرتاح في المذاكره ما انا كان في حد سالني هل ينفع انا ادرس مواد هل ينفع انا ادرس مواد البيولوجي ادرس مواد تؤهلني للطب ومواد تؤهلني للهندسه ايوه ينفع بس هيبقى اللود كتير يعني كتير. انا في الاوريفل يعني احسن يتفوق ويخطط لا هو يحدد افضل التحديد والتحديد ده ماكسيمم يير 9 يير 10 لازم يبقى عارف هو اكيد بالظبط طيب دكتور احمد تفضل دكتور احمد شكرا يا فندم دكتور احمد تفضل السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته في سؤال هو اتكرر بس عشان الناس مش فاهمه او انا مش فاهمه برضو لما عايزين مثال لما يجي يحسن ماده يعني احنا بنقول ان هو دلوقتي خد ماث مثلا جاب فيها درجه مش كويسه بس كان معاها مواد تانية درجه عاليه في نفس السيشن وبعدين راح يحسنها فكان معاها مواد كان معاها فجاب فيها درجه كويسه في الماث وكان معاها مواد تانية برضو درجتها عاليه فهمت. هل انا بلغي السيشن كله ولا بقدم المادتين الماث مع يعني الالغاء بيحصل للماده يعني مثلا بالظبط انا عايزين مثال بس الالغاء بيحصل السيشن هم بياخدوا سيشن كامل حضرتك الموضوع ده كده الموضوع ده كده صعب عشان كده التحسين بقى لازم يكون يعني هم يعني هي كده هم عايزين درجات 5 سيشن اوكي يعني طب وما الحل ايه لو الماده فعلا دخلتها يعني انا اعمل ايه عشان احسن كده لازم احسنها لوحدها تكون في سيشن لوحدها خالص من يعني حضرتك يعني عشان انا جبت فيها درجه وحشه ومعاها مواد ثانيه درجتها عاليه ايوه اعمل ايه بقى من وجهه حد دلوقتي هم بياخدوا درجات 5 سيشن بس فانا احاول قدر الامكان اني يعني ولذلك اللي بتفرق ان واحد بادئ بدري مستعد كويس خالص عن حد اتاخر فيها شويه ايوه ايه اليه التحسين ما هو اديني بس انا عايزين مثال ان ماده اتحسنت تحصل ازاي دي وهي معاها مواد اخرى كان درجتها كويسه هيضطر يعيد المواد اللي درجتها كويسه دي يعني هو دخل مثلا ماده جاب فيها ايه كويس بعدين بعدين هو عايز يحسنها خلاص هو يروح يحسنها بعدين مثلا في ريتول اخذ ريتول في أيوة بس المواد اللي انا عايز ايه احسنها يعني ادي انا درجات 5 سيشن كامله بس ايوه ما هي المشكله هو لما جاب درجه وحشه في الماث كان معاها مواد تانية درجتها عاليه في نفس السيشن عشان يحسن ماده الماث هيضطر يلغي كل المواد اللي خدها معاها في نفس السيشن اللي درجتها كويسه ويعيدهم تاني ايوه ها
هل كده الريتيك ما يفيدنيش بحيث لو عايز احسن الماده لوحدها؟ دكتور احمد حضرتك فين؟ الو، هو تقريبا النت فيه حاجه. طب هو استكمالا للسؤال، ايوه حضرتك كده سامعني؟ اتفضلي يا فندم. هي بتسال نفس السؤال، معلش. طب يا ريت يا جماعه تقولي بس في الشات، يعني مش عارف انا ايه فيه. نختار مواد تأهيل كرة الطب ولم يحرف الحظ بدخول هذه الكليات. طب ثواني اشوف المايك، بس ثواني. حاول تعمل ميوت لحضرتك يا دكتور احمد. هو الريتيك بيغني عن السيشن؟ يعني لو هو السؤال بتاع الدكتور احمد، أيوه. ان في مثلا الناس لوحده هو اللي عايز يتعاد، بقيه اللي كانوا معاه في السيشن تمام، فانا اعمل ريتيك في جريد 12 للماس لوحده بدون ما ياثر على، يعني ما ياثرليش على عدد السيشن، يعني اخدها لوحدها بحيث ان انا احتفظ بالسيشن اللي كانت درجاتها حلوه، انا بص واخد الماس بس. انا بس انا ايه عشان بس انا اوضح اللي فهمته منه. انا مثلا خلينا نضرب مثال. انا دخلت مثلا كيمستري، دخلت كيمستري في جون 10، جبت فيها A، تمام تمام تمام، وبقى دي الA ما عجبتنيش بتاعت الاوريفل، وجيت خدتها في year 11 في year 12 خدتها في year 12 تمام، جبت فيها A star، جبت فيها A star. انا بامتحن الثمان مواد دول باخد اعلى درجه كويس في 5 سيشن وبقدمها. طيب انا معلش هوضح السؤال تاني، بس المهم ان هو يكون عندي انا كام، ان عندي 5 سيشن عندي. طيب هو سؤالنا لسه مش واصل برضه. انا هوضح السؤال تاني. هي المشكله ان لما الاي لما جبت في الماث درجه مش كويسه، كان معاها مواد تانية كانت درجتها كويسه، ايوه، فعشان ارجع اقدم الماث تاني، طيب السيشن اللي كان فيه هو هعيد السؤال بتاع الدكتور احمد. طب انا بس ايوه يا دكتور احمد اتفضل. اتفضل حضرتك، افتح المايك. الو، يا دكتور احمد يعني افتح المايك عند حضرتك، انا سمحت انك تفتح المايك. كده اتفتح، هو المشكله انه بيقفل مش من عندي. طيب انا خلاص هختصر لحضرتك كده بسرعه. هي المشكله كلها، طيب انا هقول لحضرتك انا فهمته يعني واكد لي. طيب. صح ولا لا؟ اللي هو ايه؟ طيب. انه هو امتحن مثلا، امتحن في year 10 كيمستري وجا فيها ايه، تمام، ومع بقيه المواد فيها ستار، حلو كده، كويس، ورحنا year 11 هو عايز يحسن الايه بس، تمام، عايز يحسن الايه بس، هيحسن الايه، هيحسن الايه، جاب فيها ستار، جاب فيها ستار، تمام، هياخد الستار دي مع الثمان مواد، سوري، مع المواد اللي كان واخدها هناك، واخد بال حضرتك؟ يعني مش السيشن كله بيتلغي،
الماده بس دي اللي بتتلغي. السيشن هيتلغي اذا انا مثلا انا خدت سيشن خدت فيه ثلاث مواد جبت فيهم ايه بعدين رحت تمام في يير 11 عايز احسن الثلاث مواد دول تاني مش عاجبني انا جبت فيهم ايه رحت رحت جبت فيهم بي لا الغي البي الغي السيشن كله بي هاخد الاي واخد حضرتك. انما المهم انا عندي ايه انه يكون ناجح في 8 مواد اوريفل لازم يكون ناجح في 8 مواد اوريفل. ماشي تمام شكرا جدا. تمام مين تاني يا جماعه بالنسبه لي البدايه طبعا زي ما ذكرنا سابقا انه كل ما يبدا بدري افضل استاذ محمد مستر محمد بعد اذنك انا كنت عايزه اسال كليات الكمبيوتر ساينس ديت المفروض ان هي بتشمل الكليه اللي هي القسم الانجينير ولا اللي هي الميديكال بيولوجي لانه ثيوريتيكال الكمبيوتر ساينس لو انا عايزه اخش الحاسبات والمعلومات او يعني الكمبيوتر ساينس كليه الكمبيوتر ساينس الكمبيوتر ساينس تبع هي ما لهاش دعوه بالبيولوجي هي ثيوريتيكال تبع ثيوريتيكال اللي هي الثالثه الاختيار الثالث مش كده لا انجينير ميديكال لا البروجرامر علمي قطاع هندسي يا جماعه الحاسبات والمعلومات قطاع هندسي الحاسبات تمام. والمعلومات قطاع هندسي يعني لازم ساعتها الاي ليفل اختاره ماس لازم يعني هو حد هنا اهو حاسبات ومعلومات هنا اهو تبع الناس اللي هنا تبع هنا حاسبات ومعلومات تبع تمام شكرا ماشي. لو سمحت هو ريتيك اللي في year 12 ده بيبقى سيشن بيتحسب سيشن برضو من الخمسه ولا بره الخمسه؟ ما هو سيشن برضو تمام اوكي تمام. المهم يا جماعه عشان بس النقطه كان دكتور احمد واعتقد في حد ثاني كان بيسال فيها اللي هو المهم انا بقدم نتائج 8 امتحانات نتائج 8 مواد يعني تحديدا يعني تمام في 8 مواد لو انا عندي مواد مختلفه من يعني مثلا مواد كامبريدج مواد اوكسفورد وانا مثلا مدرستي بتمتحن كامبريدج هل فيها مشكله على بورد بتاع كامبريدج وانا عندي المواد ميكس يعني مش كلها مواد السيلابس بتاعها كامبريدج هل ده في مشكله ولا احنا بنمتحن اصلا امتحان واحد يعني ثلاث بوردات كلهم نفس الامتحان لا طبعا كل بورد ليها امتحان خاص بيها وليها تصحيح خاص بيها لها امتحان خاص بيها اذا لو انا مثلا عندي الماده فيهم كامبريدج بامتحنها على بورد بتاع كامبريدج والماده الاوكسفورد مع بورد اوكسفورد فكده المدرسه بتتعامل مع اكتر من بورد بقى في الحاله دي لا هي الواقع ان كل مدرسه وماسكه بورد معين متعامله معاه يعني مثلا في فاذا يعني انا يعني هي مثلا في الساينس بتتعامل مع كامبريدج في الماس بتتعامل مع إديكسل في الانجليش بتتعامل مع اوكسفورد كده يعني وكل ماده بامتحنها في البورد بتاعها من خلال نفس المدرسه عادي يعني ممكن نفس المدرسه بتتعامل مع اكتر من بورد في وقت واحد في البورد على حسب الماده حسب المدرسه مش لازم يعني يعني اذا المدرسه ممكن تبقى اكتر بتمتحن مع اكتر من بورد لان هي منوعه المنهج يعني صح كده ولا ايه بالظبط براحتك مش لازم المدرسة تتعامل مع بورد واحد بس فكده بالتالي هختار كل المواد تبع البورد ده بس لازم ممكن تنوع المدرسة نفسها يعني تنوع طيب ماشي بحيث ان انا اكمل الثمان مواد وخلاص المهم ان اكمل ثمان مواد تمام هي بتختار الاسهل يعني مثلا انجلش الاوكسفورد اسهل فامتحن الانجلش اوكسفورد لكن مثلا الكيمستري امتحنها كامبريدج صح كده بالظبط وهي نفس المدرسه هي نفس المدرسه لا ما فيهاش تعارض في النتيجه في الاخر في الشهاده اللي في الاخر اذا هي واخده ابروف دي خلاص حسب الابروفل بتاعها تمام طب تمام ميرسي جدا لحضرتك المايك فاتح يا جماعه فتحت المايك والله طيب استاذ محمد معلش لو انا بره هوم سكولينج مثلا هنا في السعوديه هوم سكولينج وجيت على جريد 11 انا خلصت 10 وظبطت اموري وتمام وجيت على جريد 11 نزلت مصر مصر قلت لي ما ينفعش هوم سكولينج هل هيقبلوا ان انا اسجل في مدرسه على الجريد 11 ولا يقولوا لي لا انت من البدايه خدتي الاو ليفل هوم سكولينج ما ينفعش لازم تبداي من تاني لا مفيش حاجه اسمها ما ينفعش
سجل يعني يعني وانس انزل مصر اسجل في اي وقت حتى وينحسب لي المحاولات اللي انا خدتها وانا هوم سكولينج طالما انا كنت بره مصر. اكيد محسوبه طبعا بس لازم انا طبعا الشهادات بتبقى مصدقه بس بس اللي جاي من بره لازم بيجيب تسلسل دراسي ب 12 سنه دراسيه. تمام من المدرسه. التسلسل الدراسي لازم بيكون ب 12 سنه دراسيه يعني هم مش لازم 12 سنه دراسيه. يعني افرض ان انا خدت هنا 10 وخلصت 10 ونزلت على 11 في مصر. لا انا اقصد اذا واحد مثلا في السعوديه او بره وخلص على year 12 هو ونازل مع متطلبات التقديم في التنسيق بيجيب تسلسل دراسي 12 سنه دراسيه. تمام. يجيب تسلسل الدراسي بتاعه لازم يكون معه. تمام. شكرا. استاذ محمد. ايوه تفضل مين؟ السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. مين بيسأل؟ ماشي جماعة تفضل أي حد يسأل تفضل. ماشي أنا كان عندي سؤال بس هو إزاي أقدر أوصل للبي دي إفس بتاعت المواد اللي أقول أصلا أنا داخل year 9 وعايز أبقى جاهز يعني. أنت في grade كام؟ في grade أنت داخل 9 داخل year 9 داخل شوف لو داخل في grade 9 لازم يكون معاك الآتي والكلام ده لأي حد يعني ناوي يكمل في الاي جي يكون معاك نسخة من السيلابس اللي هو المنهج اللي انت هتدرسه تطبعه بي دي اف انا عارف ان انا كده او كده محتاجه بس حضرتك ممكن تقول لي يعني ازاي اوصل لهم يعني انا هو كده توصل على موقع كامبريدج مثلا لان انا بدرس كامبريدج على موقع كامبريدج اذا كتبت في السيرش السيلابس بس تخلي بالك ان كل مادة ليها كود يعني الأكواد مختلفة يعني الكيمستري مثلا 0620 الفيزيكس 0625 البيولوجي 0610 اوكي الماث 0625 كده يعني تخلي بالك من الكود لأنك إذا شفت على موقع كامبريدج أو شفت الباس بيبر اوكي هتشوف إني مثلا في كيمستري 0620 في كيمستري كود تاني بيدرس مثلا في امريكا ما لناش دعوه بيه لا انا لازم اخلي بالي من الاكواد بتاعتي اخلي بالي من الكود الكتب في موقع اسمه جي سي اس اي اعتقد جي سي اس اي جايد عليه برضه بي دي اف فيه الكتب موجود وانا برضه ممكن ابعت لك يعني انت كلمني على الواتساب ممكن ابعت لك انا ايه ابعت لك نسخه من كتاب الاي جي سي اس اي في الكيمستري وابعت لك السلسله بس ما عندكش اي مشكله ماشي يا ديك يا انستر حضرتك يعني تبعت لي هم البي دي اف بتاع جروبي مثلا كلمني على الواتساب كده وفكرني وابعت لك اللي انت عايزه كله انت عايز ابعت استاذ محمد ما عندكش مشكله ايوه اتفضل يا فندم اتفضل ما حضرتك سامح استاذ محمد بخصوص الميتنجز كلها ممكن هتحطوها على الجروب كلها عشان لو حد في المستقبل عايز يستفيد منها او حاجه اللي هو الزوم اللي احنا فيه ده ثلاثه ميتنجز ان شاء الله انا اخلي ميتنجز بس ما ترفعه ماشي حاضر بس ما هترفعه خلي بس ما ترفعه دي حاجه استاذ حاج برضو في موضوع الكتب وموضوع الموقع الحاج قلت ذكرته دلوقتي تفضلت بيه دلوقتي ممكن تحطونا برضو على الجروب اكون شاكر لان انا هسجل ان شاء الله السنه الجايه جريد 10 هوم سكولينج هنا من الامارات تمام محتاج اجيب كتب طبعا فمحتاج بس اي حاجه موقع كويس اقدر اجيب منه كتب يعني أكيد ماشي حاضر هو كامبريدج مبدئياً عموماً يا جماعة لازم أي طالب أو أي حد يكون مع نسخة من السيلابس علشان هو بيذاكر يشوف هو مطلوب يعرف إيه بالضبط السيلابس ده من المصدر طبعاً تمام طيب هل في حد مع أسئلة تاني محتاجين لينك تاني يا جماعة ولا كده خلاص أوكي جزاك الله كل خير يا شباب حد يا جماعة مع أي سؤال تاني كتر خيرك ميرسي جدا لحضرتك وجزاك الله كل خير ربنا يخليك اي سؤال ثاني يا جماعه شكرا جزيلا لحضرتك وجزاك الله كل خير اوكي شكرا واذا حد معاه سؤال برضو هو لو حضرتك مثلا لو في رقم او حاجه للتواصل تمام اخلي بس ما ترفعه رقم او حاجه للتواصل مع حضرتك فيما بعد اخلي بس ما ترفعه تمام اي مشكله مفيش مشكله ماشي هو سؤال معلش الاكاونتنج يفضل هل الاكاونتنج والبيزنس والايكونومكس هل دول لما كمل بيهم يساعدوني يعني سهل يجاب فيهم سكورز ولا صعب؟ والله كمواد من اللي هي اختيارية والله هو يعني بيقال إنها سهلة بس بشرط